على هذا الأداء الماتع في هذا الدور، دور الربع النهائي. وشكرا لسادتي المشايخ على تقييمهم سهرة اليوم، لم يتبقى لنا الكثير من الوقت. أدعو عبد العزيز سحيم من أجل أن يختم لنا هذا، أراد المشايخ إلا أن يختم سهرة اليوم بتلاوة قرآنية مرتلة، يتفضل. مشكورا، شكرا لك، تفضل. أما أنا مشاهدي الكرام، ألتقي بكم الأسبوع المقبل، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج أحمد بخليلي، السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنة الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق الله العظيم.